بسم الله وكفى والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالأفضل الأقدر سبحانه وتعالى. ربنا يسر لنا أمورنا حتى نصعد إلى مستوى يؤهلنا إلى الحضور بين يديك الكريمتين وكلتا يديك يمين يا ربنا. آمين آمين آمين. أما بعد، السلام عليكم. والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالأفضل الأقدر. بعد، وكانوا قوما مجرمين، بوزا دي كريمينال، بو لي سيونيست و لي سالو دو ليجيبت و دو لوفون، سادير المشرق كله، وخاصة كلاب سوريا، حاشا الطيبين والطيبات. وكانوا قوما مجرمين، ولما وقع عليهم الرجس هبط il s'abat cette ce supplice là cette gifle divine là ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى كوفد ضاقت بهم السبل كما قلنا بالعاميه الزنقه وقفت الهار عاد ونيور قالوا اعلى طوى صبرنا وتلون العذاب والمفاجات اين صالح وهذا الكلام بنو صهيون عارفين يا اخوانا حزب الله واخوانا في غزة ناويين على ما ناويين مش انفاق فما ارادات اسلامية حقيقية بالمرصاد حتى يغرينا الله بهم ونوريهم العجب العجاب وقتها يراو على حسابهم اللي قالوا ربي في سورة بني اسرائيل اي الاسراء سيقع على حسابه احنا الراوتو ليسوء وجوهكم انظروا للجيش متاعهم الفس وكلهم جيش هما قالوا عندهم سبيل منين جات قالوا سبيل فماش اللي ماشي الغادي راهو انسان كله حقد وكله ما انا متكون باش يعم حق ما بقي من المسلمين هايات اللي مش تعرفهم يا كلب حتى اللي مش تعرفهم ربما ربي يكتب لهم الشهاده تزيد تغرق مع الله فلما اسفونا انتقمنا منهم وبر عاد استناه الذبح هكا قال النبي ذبح النعاش النبي عليه الصلاه والسلام يتكلم الا بالحق ويوحى له بالقران كما يوحى له بالسنه او يوحى له بالسنه كما يوحى له بالقران والسلام.